بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعض، أحبتي في الله، اعتاد الناس التجديد، فما تمر عليهم سنون تزيد أو تكثر إلا وتجدهم يأخذون بهذا المبدأ، فهذا يجدد في شقته الأجهزة أو المفروشات أو الدهانات، وذاك يجدد في عمله ووظيفته ومهنته، وثان وثالث ورابع. ومبدأ التجديد موجود في حياة الناس، ولكن الخطر أن يعتني الناس بتجديد كل هذه الأشياء وفي كل هذه الأمور مع إهمالهم تجديد الإيمان، مع إهمالهم أمر القلب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. أخي، قلبي الجديد. بدأنا أمس سلسلة هذه المحاضرات لنتكلم عن تجديد الإيمان في القلب، لنتكلم عن هذه القلوب القديمة التي نحملها، كيف الإيمان فيها، وكيف أمر التجديد بالنسبة له. منذ كم أخي وأنت التزمت بشرع الله عز وجل؟ منذ كم أخي ونحن نصلي؟ منذ كم أخي ونحن نقرأ القرآن؟ ولكن هل هذا الإيمان، هل هذا الإيمان يتجدد؟ هل هذا القلب تتجدد فيه معاني الإيمان، أم هو ما زال على حالته التي التزم الإنسان عليها؟ أنت عندما مثلا تركب جهاز تكييف، أجهزة التكييف، تجد في الجهاز موجودة بعض الفلاتر. هذه الفلاتر لو لم تنظف بعد مدة قريبة، يعني مثلا بعد أسبوعين، بعد شهر مثلا، يضعف الجهاز وتقل قدراته، وربما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وهذا جهاز تركبه أنت في شقتك، هذا الفلتر الموجود لتنقية الهواء وإتقان عملية التبريد ونحو ذلك. هذا القلب الذي يهمل ولا يعتني الإنسان بتجديد الإيمان فيه، لا يعتني الإنسان بالتنظيف، ربما تنمو في هذا القلب شوائب لا يحبها الله عز وجل. نحن من نقصد بعبادتنا؟ من نريد من وراء عبادتنا؟ وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المقصد الأصلي، وهذا هو الواجب والمنبغي أن نكون، ولكن هناك شوائب تتعلق بهذا المقصد. إن لم تكن هناك عملية تجديد، وإن لم يكن هناك تنظيف، ربما يتشوش هذا المقصد وهذا الغرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن حديثي اليوم معكم في سلسلة قلبي الجديد يتكلم عن هذه التنقية، أو قل عن هذه الفلترة لو صح التعبير. المقصد هو الله، والرغبة هي وجه الله سبحانه، ولكن هذا المقصد تشوبه بعض الشوائب. هذا المقصد وهذه الإرادة تشوبها بعض الشوائب، فلا بد أن يكون صاحب القلب الجديد الذي يريد تجديد إيمانه أن يزيل ويزيح هذه الشوائب. أنت تريد وجه الله بعملك، ولكن هذه الإرادة قد تشوبها شوائب إرادة مدح الناس، هو يريد أيضا أن يثني عليه الناس. أنت تريد وجه الله بعملك، نعم، ولكن هذه الإرادة قد يكون معها أيضا الخوف من ذم الناس والهرب من ذم الناس. أنت تريد وجه الله بعملك، نعم، ولكن ربما تكون هناك إرادات أخرى فاسدة. إن لم تكن رقيبا على عملك وعلى إرادتك وعلى قلبك، هلك الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده في خلق الأنعام وكيف ينتفع الناس بها ويستفيدون منها: نسقيكم، أكملوا معي، مما في بطونها من إيه؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنت لو قربت إليك الآن
لو قرب إليك الآن كوب لبن، كوباية لبن كده، وأتيت لتشرب فوجدت فيها بعض الأتربة، بص كده على اللبن لقيت لونه رصاصي كده، فبتقول إيه؟ قالك والله يا حس إحنا بنحلب وإحنا جايبين اللبن، وإحنا عند مثلا البقال اللبن اتكب فلمناه من على الأرض وعبناه كده وخلاص ومش مشكلة، هتعمل إيه؟ لا تشربه. لما لا تشربه؟ ولما لا ترضى ذلك لنفسك ونرضاه لله؟ نسقيكم مما في بطونها من بين فرث، الفرث ما هو؟ الروث، يعني ما يكون في بطن في أمعاء البهيمة فيلقى عندما يذبح وتنظف منه الأمعاء. أنت تعلم الشيء الواضح في هذا اللون أو الرائحة، ها؟ إيه البارز فيه؟ الرائحة المنتنة، واضح؟ من بين فرث ودم، الشيء البارز في الدم الواضح اللون. لو نزلت نقطة من الدم على الثوب الأبيض خلاص، لو نزلت نقطة من الدم في كوب اللبن يتغير تماما. من الذي صفى لك الدم، صفى لك اللبن ونقى لك اللبن من بين الفرث والدم؟ من هو الذي صفى لك اللبن من بين الفرث والدم؟ هو الذي أمرك أن تصفي له العبادة، هو الذي أمرك أن تخلص له العبادة، هو الذي أمرك أن تعبده وحده لا شريك له. إن حديثنا اليوم إخواني عن هذه التصفية، ماذا تسمى في أعمال القلوب؟ أيوة، الإخلاص لله عز وجل. نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم. تأمل كيف يخرج الدم من غير رائحة ومن غير لون من الحيوان بهذه الصور، الفرث بجواره وما ذلك ما اكتسب منه الرائحة، والدم كذلك بجواره ومع ذلك لم يتغير لونه، كيف خرج اللبن بهذه الصورة من النقاء والصفاء؟ كيف؟ بقدرة الله سبحانه الواحد الأحد. فالذي يصفي لك اللبن سبحانه يأمرك أن تخلص له العمل. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من هم الذين ما أمروا إلا بذلك؟ أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أول السورة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هل أهل الكتاب أمروا بالإخلاص؟ الآية تقول ذلك. ولذا في سفر التثنية تجد ما زال موجودا، تجد أول الوصايا: الرب إلهنا رب واحد، وأن تحب الرب من كل قلبك، موجودة ما زالت عندهم إلى الآن. وانظر إلى ما صار إليه دينهم من التحريف والتبديل والتغيير. ونحن أمرنا بما أمروا به وأمر به كل الناس، الإخلاص لرب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في دينك أنت، يعني في عبادتك، أمرت أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، لا تشرك معه فيها أحد. وقال الله عز وجل وهو يتكلم عن الشيطان وإغوائه لعباده، قال: إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة صحيحة، أي الذين يخلصون أعمالهم لله عز وجل. وهؤلاء الذين يسيرون في طريق الإخلاص يستخلصهم الله عز وجل لنفسه، وهي القراءة الأخرى: إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين اختارهم واصطفاهم واجتباهم من الناس. وأيضا آيات أخرى كثيرة تجدها في كتاب الله عز وجل، ولكني اجتزأت شيئا من نور الوحي. ثم لو انتقلنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الكثير الطيب أيضا مما يشير إلى هذه العبادة. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ترى ما نيتي في التزامي ابتداء؟ هل التزمت لأجل أن تكون لي مكانة وواجهة بين الناس؟ لما التزمت؟ أراجع نفسي وأراجع نيتي. لما أصلي؟ لما أعفيت لحياتي؟ لما صمت رمضان؟ لما نطقت الشهادة؟ لما أقرأ القرآن؟ لما اعتكفت؟ مراجعة النوايا إخواني، لأن هذه النية إن لم تكن خالصة لله عز وجل لو شابها شيء من حظوظ النفس لم تقبل، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وإيه؟
أنت فعلت ذلك، أنت عندما أتاك اللبن فيه بعض الشوائب لم تقبل إيه؟ شرب، لم تشربه. الله أعظم وأجل سبحانه، إذا كان العمل فيه إرادة وجه غيره لم يقبله سبحانه وتعالى. وأحاديث كثيرة أيضا بينت وجوب الإخلاص، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل، يعني في عمل ولا لا؟ معايا ولا إيه؟ ها؟ مش معايا. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان، انظر لهذه العبارة، خالصا، يعني قد صفاه صاحبه من الإرادات الفاسدة، من شوائب النفس، من حظوظ النفس. الإخلاص إخواني في بصورة مبسطة، الإخلاص عندما تسأل ما الإخلاص؟ ألا تريد غير وجه الله. ما الإخلاص؟ أن تقطع نظرك عن المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق سبحانه. عندما توقن وتعلم وتتأكد أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى يراقبك في أعمالك كلها، فأنت إذن تطلب منه وحده الثواب والأجر وتغفل عما سوى ذلك من الناس. عندما يأتي الحاكم أو الرئيس مثلا ويأتي لبعض الناس فيتفقد عمله ويثني عليه بعد ذلك، وبعد ذلك ربما يقدم له هدية على اجتهاده في عمله وإتقانه، من الذي أهداه الهدية؟ من الذي كرمه وفضله؟ رئيسه. هذا الإنسان الذي أخذ هذه الهدية، هل بعد أن يمر عليه الرئيس يجد بعض الحرس ونحو ذلك، هل يأخذ منه، يعني يطلب منهم هدية مثلا ونحو ذلك، أم يكتفي بهذا التكريم العظيم الذي حصل له من رئيسه؟ هذا إنسان غير عاقل، هو قد كرم من قبل الرئيس والمقدم، وبالتالي هو لا يحتاج بعد ذلك أي تكريم ولا أي تشريف. فكذلك الأمر بالنسبة للإنسان، الله بصير بما نعمل. إذا كان المؤمن يعتقد ذلك فهو يكتفي ببصر الله ورؤية الله عز وجل، ولا يريد ثناء من الناس، ولا يريد مدحا من الناس على أي عمل من عمله، ولا يشرك في عمله أحدا لله عز وجل. ولذا أهل الجنة عندما تجدهم يبينون السبيل لدخول الجنة حتى في عملية الإطعام للفقراء، يقولون: إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كل مجالات الدين إخواني تفتقد إلى الإخلاص، لا يمكن أبدا أن يكون شيء من أمور الدين مقبولا إن لم يكن خالصا لله عز وجل، ابتداء بشهادة التوحيد، ابتداء بالإخلاص لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. الإخلاص في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أين الإخلاص في الحديث؟ الناس سرحت ونامت، صح اللي نايم جنبك ده، ها؟ ما من عبد يسجد لمن؟ لله. الإخلاص في الصيام، أذكر لي حديثا عن الإخلاص في الصيام. الإخلاص في الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيه؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه أو وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة، يعني إنسان صام لله عز وجل مات في رمضان، هذا إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة. الإخلاص في قيام الليل، الإخلاص في قيام الليل، ها قولوا معاي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإخلاص في الخروج إلى المساجد، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. تأمل في هذه العبارة: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. الحديث الإخلاص في طلب الشهادة، من سأل الله الشهادة بإيه؟ بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص في اتباع الجنائز، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط كأحد. ومن صلى ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. الإخلاص في التوبة، الرجل الذي قتل إيه؟ 100 نفس. الإخلاص في جميع مجالات الدين، لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. قلب الجديد المخلص الذي يريد تحصيل الإخلاص وتجديد الإخلاص في قلبه، لابد أن يعلم أنه بالإخلاص تحفظ الأمة وتنصر. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله الأمة بضعيفها. الأمة تنتصر بالضعفاء ولا بالأقوياء؟ أجيبوني أيها الناس، الأمة تنتصر بالضعفاء أم بالأقوياء؟ الرسول يخالفكم هنا صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ليس الأمر أمر أجساد ولا أمر قوة وإعداد عدة وسلاح، وإن كان هذا مطلوبا ومن الأسباب، لكننا لا ننتصر به، بل ننتصر بما في القلوب من إيمان. وأنت إذا تأملت في معارك المسلمين وغزواتهم كلها، ما تجد إلا قليلا المسلمين في غزوة من الغزوات إلا وعددهم إيه؟ ومع ذلك ينتصرون بقدرة الله عز وجل وقوته. إنه الإخلاص، الإخلاص سبيل الرفعة والعلو والسداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تخلف، يعني تعيش فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. لما يرتفع الناس وبما يرتفع الناس؟ لما تجد الناس مثلا قلوبهم تحب هذا الشخص وتلتف حوله، وتجد في المقابل رجلا من الناس القلوب تنفر عنه؟ ما السبب في أن القلوب أحبت هذا واجتمعت عليه ونفرت من هذا ولم تقبل منه؟ ما السبب؟ إخلاص صاحب هذا القلب لله عز وجل. إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: من نسأل بعدك؟ يعني بعد ما تموت نسأل مين؟ مين نتعلم منه؟ فقال: سلوا عبد الوهاب، فإنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. إخلاصه وتجرده جعل الإمام أحمد رحمه الله يحكم على أنه يصيب الحق ويوفق للحق. الإخلاص إخواني يا صاحب القلب الجديد، يا من تريد تجديد معاني الإخلاص في قلبك، الإخلاص عصمة ونجاة من الفتن. وما أكثر الفتن في هذه الأيام، وخصوصا فتن الشهوات، تجد في الفضائيات، وتجد في القنوات، وتجد في الشبكة العنكبوتية، وتجد في الشوارع، وتجد في المدارس، وتجد في العمل، وتجد في المجلات. كيف ينجو الإنسان من هذه الفتن؟ كما نجى الله يوسف ينجيك. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ثم العلة. إنه من الأنبياء، ها؟ هو نبي، نعم، لكن لما لم تقل الآية إنه من الأنبياء؟ انتبه معي يا عمر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من الأنبياء. لازم تفوق لي الراجل اللي جنبك ده، ليه إنه من إيه؟ طب ليه ما قالش إنه من الأنبياء؟ عشان ما حدش يتعلق، عشان ده نبي ربنا صرفه عنها. لكن أنا إنسان ضعيف، ما تلومنيش أنا ضعيف، أنا عملت اللي عملته بقى. لأ، الباب مفتوح ليك عشان تخش في باب المجاهدة. لو كنت كذلك لصرف الله عنك الإيه؟ السوء الفحشاء، أن تكون من إنه من عبادنا المخلصين في قراءة والمخلصين في القراءة الأخرى. إخلاصك أخي وتجديد الإخلاص يجعلك مثابا وإن لم تعمل العمل. وقد ذكرنا أمس ذلك: إن بالمدينة أقواما، أو إن خلفنا بالمدينة أقواما، ما سرنا مسيرا أو ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا. قد لا يعتكف الإنسان مثلا لعذر من الأعذار، مات له ميت أو انشغل بعمل، ولكنه يأخذ ثواب الاعتكاف بإيه؟ بنيته الصالحة. وجزى الله أخانا محمد خيرا على خطبة اليوم، وقد بيّن لنا فيها لماذا نعتكف. وقد تحسر بعض الناس بالفعل على فوات الاعتكاف، وتألم بعضهم، وحدثني بعضهم كذلك. فانظر لهذه النوايا حينما تنبعث لإرادة العمل، عندما تعرف فضله وثوابه وما أعد الله لأهله يوم القيامة. الإخلاص أخي يشرح الصدر للإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير. الإخلاص يحدث في القلب قوة لنشر الخير ونصرة الحق. الإخلاص
يمنع التاجر من الخيانة والغش والكذب ابتغاء وجه الله. الإخلاص علاج ودواء لمرض اللامبالاة والمظهرية الجوفاء والتحاسد والتباغض. الإخلاص سبيل للتمكين لهذه الأمة. الإخلاص سبب للرزق وأداء الله الدين عن العبد. إذا كان عليك ديون وكنت مخلصا أدى الله عنك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله. إخلاصه لله سبحانه وتعالى كان له أعظم الأثر في سداد دينه. الإخلاص إخواني لا رفعة ولا مكانة لهذه الأمة إلا به. الإخلاص إخواني إما الإخلاص وإما النار. الإخلاص إخواني إما قبول العمل وإما رد العمل. الإخلاص إخواني هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة. تجد الصديق رضي الله عنه والله عز وجل يقول عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني من الذين أعتقهم لم يفعل ذلك لنعمة هي لبعضهم عنده، وإنما فعل ذلك لماذا؟ إلا ابتغاء وجه ربه الإيه؟ الأعلى. ولسوف إيه؟ ولسوف يرضى. الإخلاص في أعلى صوره في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ابتغاء وجه الله عز وجل. ماذا تقول في أناس أخبرنا الله أنهم مخلصين؟ خلاص عدوا، خلاص انتهى الأمر. قال الله عز وجل عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إنيتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وإيه كمان؟ وينصرون الله، أولئك هم الناس ربنا قال عليهم صادقين. عايز إيه تاني؟ وتقول إيه في الناس اللي بتشتمهم وبتسبهم؟ قال الله عز وجل عنهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيه؟ يريدون وجهه. الله عز وجل جل جلاله الكبير الملك يخبر أن هؤلاء يريدون وجهه. ماذا تريد بعد ذلك؟ نوايا اطلع الله عز وجل عليها وعلم أنها تريده، تريده وحده لا تريد غيره سبحانه وتعالى. أثنى عليهم في القرآن في غير ما آية. انظر لهذه القصة الجميلة لأويس بن عامر القرني، وقد رواها مسلم في صحيحه عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الوفود، سألهم سيدنا عمر يسأل الذين يقدمون من اليمن: أفيكم أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس، كل اللي يجوا من اليمن يسألهم: فيكم واحد اسمه أويس؟ فيكم واحد اسمه أويس؟ لحد ما وصل فعلا لمين؟ لأويس. فقال: أنت أويس ابن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، بيستكشف القبيلة بتاعك؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، يعني الجلد بتاعك كان في مرض ربنا شفاك منه إلا موضع كده صغير؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ تحس ان ايه؟ تحري قوي جدا، ده عارف عني كل حاجة. لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. والله الحديث ده يعني قلبي بيتقطع لما بقراه. واحد ما شافش النبي، يعني مش صحابي، والنبي ما شافهوش، ومع كده بيمدحه. متخيلين معايا المشهد؟ يعني بيقول ايه؟ له والدة هو بها بر. الشباب الاباء بيتصلوا بينا في الاعتكاف بيقولوا: ربوا العيال على البر. تخيل اللي جاي يعتكف عشان ياخد ثواب اعتكاف سنة من السنن، وهو قد اغضب والديه، وهو يسيء المعاملة مع والديه. أما تخشى أن تذهب السيئات الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات؟ ألا تخشى أن السيئات تذهب الحسنات؟ حق والديك هو الثاني بعد حق الله. انظر لماذا ارتفع أويس. أنا عايز الأخ محمد السيد وأحمد يركزوا معايا والشباب في الحديث ده بالذات. لما ارتفع أويس؟ شوف البتاع السي في بتاعه فيه ايه؟ ها؟ له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يعني شوف كيف ارتفع هذا الرجل، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره رسول الله، ثم يقول رسول الله لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر من العشر المبشرين بالجنة،
عمر الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق، عمر يطلب من رجل ليس صحابيا أن يستغفر له؟ إذن الأمر بما عند الله وليس بما عند الناس. ها؟ ولذلك عمر يأتي لا يأنف ولا يستكبر أن يقول لتابعي ويطلب منه أن يستغفر له، فيقول له استغفر لي فاستغفر لي. فقال ثم قال له عمر أين وانظر لحال أويس عندما يسمع هذا الحديث. ده موضوع قصة ثانية دي بقى، إن واحد لو واحد مننا كده قاله أنت الرسول قال فيك حديث وقال اسمك فيه، يعرف يعتكف معانا؟ ها؟ هيقدر يعتكف معانا؟ يقول له الرسول قال فيك حديث وقال اسمك، أهو النبي قال اسم أويس وأثنى عليه، وأمر عمر أن يطلب منه أن يستغفر له، قال فاستغفر لي فاستغفر له. ثم قال له عمر أين تريد؟ وجهتك إيه؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني شوف بقى حالنا، واحد بيقول لك أوصى عليك الرئيس، أوصى عليك الوزير، تعمل إيه؟ تقول له ما أنت أصلا لو عندك زوم أنت تعمل كده، أنت ما أنت محتاج أنا أقولها لك، أنت مش شايف إن أنا الرسول إيه؟ ها؟ وكمان أنا استغفرت لك. شوف الراجل وشوف إخلاصه. ولما قال له ألا أكتب لك إلى عاملها ماذا قال؟ بما رد؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني إيه؟ خليني زي الناس، مش عايز إيه؟ أميز، مش عايز الناس تعاملني معاملة خاصة، لأن عشان ما بقاش من اللي بيشتروا الإيه؟ الدنيا بالآخرة، مش عايز الناس زي. ولذلك كان بعض السلف لا يشتري متاعه من مكان واحد. ليه بيشتريش مثلا العيش من المكان ده بس؟ يقول لك هيعرفوني وهيحبوني عشان ديني، هبقى بشتري بديني مش بشتري بإيه؟ وبعضهم لما أراد أن يشتري شيئا من الفواكه، من أراد أن يشتري التين، هذا في مالك بن دينار أظن، فسأل الرجل فلم يكن معه الثمن، كان معاه خف أو نعل يريد أن يجري مقايضة، يقول له خد النعل ده واديني بداله إيه؟ تين. فطرحه في وجهه، يلا يا راجل انت امشي، نعل وخبت اللي انت جايبها دي. فالراجل خد النعل بتاعه ايه، ممكن واحد مكانه ياخد النعل بتاعه ايه ويديه عدمه، انت قليل الذوق، انت ما تعرفش انا مين، ده انا سيدك وسيد سيدك، ده انا الامام مالك بن دينار، ده خد الراجل النعل بتاعه ايه. فالناس لاموا هذا الرجل، اما تعرف هذا؟ قال مين يعني؟ قال له مالك بن دينار. فقام خلف قال يا امام ما عرفتك، تعال فاشتري كيف شئت. فقال لا أبيع الدين بالتين. شوف الحال الرجل، قال لا أبيع الدين. ليه؟ لو هو في هذه الحالة سيعطيه التين ليه؟ لدينه، هو يريد في هذه الحالة أن يعطيه لدينه، فرفض الرجل. انظر لحالهم وحال أويس، يقول أكون في غبراء الناس أحب إلي. أتعجب والله من الإخوة الذين يقاتلون، من الشباب يقاتلون من الآن على الصدارة، شاب في ثانوي مثلا او كده ويقول انا عايز اطلع من التجاره. قلت له ليه؟ قال لي بصلي في مسجد كذا. بتصلي ايه في مسجد كذا؟ قال لي بصلي بيهم. في السن ده انت بدري قوي ليه كده؟ احنا بنشجع ايوه الشباب وبنشجع، بس تخاف عليك تاخد بالك، والحريص على ان هو يخطب بدري والحريص على كذا، لا مانع ان خلصت النيه لا مانع، لكن الواقع غير كده. الواقع لما تبص في حاله، في حرصه على تعلم القران، في حرصه على تعلم السنة، تلاقي المؤشر نازل خالص. طب انت عمال ترتفع ترتفع في الظاهر وانت من جوه ايه؟ ده يوصل لانهيار في الاخر. لما الانسان تبقى له مكانة ووجاهة كده وصدارة عند الناس ومن جوه ولا حاجة، هيوصل لفين؟ هتطلع لنا نماذج سيئة والعياذ بالله تعالى. تقوى الله في قلوبها ضعيفة، وبالتالي يؤدي هذا للانهيار ويؤدي للانتكاس. لا تستعجل ذلك، نعم تشارك في الدعوة وتجتهد، ولكن بقدر ما تستطيع كن من الأخفياء الأتقياء الأنقياء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيع بن خثيب يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه يا أبا يزيد لو رآك رسول الله لأحبك. ابن مسعود بيقول لواحد من اللي بيربيهم، وابن مسعود ليه مدرسة تربوية عجيبة جدا تحتاج لمدارسة، محتاجين نرجع لسير أعلام النبلاء وندرس تراجم طلاب سيدنا عبد الله بن مسعود، عجيبة جدا مدرسة ابن مسعود دي. بيقول لواحد منهم لو رآك رسول الله لأحبك، يعني كأن ده وصل لدرجة من الإيمان والتقوى والورع لا ينقلب عندما تقال له هذه الكلمة. قال له لو نبي شافك يحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين،
هذا الرجل انظر لعمله، تقول عنه سريته، سريته يعني ايه؟ ملك اليمين الأمة. وليه اسمها سرية؟ أيوة، لأنه إذا أراد أن يأتيها يسر ذلك عن امرأته، لأن لو زوجته عرفت ها؟ يعني في الغالب يعني. تقول عنه سريته: كان عمل الربيع، كان عمل الربيع كله سرا، إن كان الرجل لا يجيء وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. يقول لك كان ممكن واحد يدخل عليه وهو فاتح المصحف بيقرأ يعمل ايه؟ مش عايز يبين للناس انه ايه؟ انه بيقرأ في المصحف. وروى الأعمش عن منذر الثوري ان الربيع اخذ يطعم مصابا خبيصا، واحد مجنون والربيع جايب له اكل بيوكله له، والاكل ده غالي جدا، يعني مثلا انواع اغذية دلوقتي في عصرنا تمنها عالي قوي، هو ربنا موسع عليه وبيجيبها يطعم بها الفقراء والمساكين. فواحد من المساكين دول مجنون وبيأكله، فواحد شافه بيقول له ايه؟ ما يدري ما يدريه ما اكل. بيقول له انت بتوكل المجنون ده الطعام ده الاكل ده؟ عايز يقول له يعني انت اي حاجه ايه ده مش هو مش ايه مش فارقه معاه. تخيل اجابه بايه؟ بيقول له ما يدريه ما اكل، فقال: ولكن الله يدري. لان انا بعامل مين؟ بعامل الله سبحانه وتعالى. انا اطعمه افضل ما اجد، أطعمه ذلك لأنني أريد على ذلك ثواب الله عز وجل. محمد بن واسع رحمه الله يقول عنه أبو الطيب موسى بن بشار: صحبت محمدا من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، يعني هو ركب على الجمل عمال يصلي من مكة للمدينة. والحادي: وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، مش عايز الناس تعرف أنه بيصلي. وكان ربما عرس من الليل، يعني نزل في مكان عشان يبيت فيصلي في المكان اللي الناس تنزل تستريح، برضه بيصلي. فإذا أصبح أيقظ أصحابه رجلا رجلا، فيجيء إليه بعضهم فيقول: الصلاة الصلاة، أو هو يوقظهم كأنه كان نائما مثلهم، لا يدري أحد عن صلاته بالليل شيئا. عبد الله بن المبارك كان هو ومعتمر بن سليمان بطرسوس، فصاح الناس النفير، نفير يعني جهاد في سبيل الله، فخرج ابن المبارك والناس، فلما اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراز. طلع واحد من الروم قال: هل من ايه؟ هل من مبارز؟ فخرج اليه رجل فشد عليه العلج فقتله، حتى قتل الرومي 6 من المسلمين. كل شويه هل من مبارز، يطلع له واحد مسلم وايه؟ ويقتله. 2 3 4 قتل كام؟ 6. وجعل يتبختر بين الصفين. طب قتل 6 بيمشي ازاي بقى؟ محدش قده بقى كده ايه منفوخ كده. وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إلي ابن المبارك وقال: يا فلان، إن قتلت فافعل كذا وكذا، بيوصيه. ثم حرك دبته وبرز للعلج، فعالج معه ساعة فقتل العلج، وطلب المبارزة فبرز له علج آخر. ابن المبارك بقى بعد ما قتل ده قال: هل من مبارز؟ فطلع له واحد تاني فقتله، حتى قتل 6 علوج مقابل الإيه؟ الستة اللي وطلب البراز فكأنهم كاعوا عنه، يعني ما فيش حد إيه. فضرب دابته وطرد بين الصفين، ثم غاب فلم يشعر أو فلم نشعر بشيء، فإذا به في الموضع الذي كان فيه، يعني بعد ما قتل الستة دول رجع تاني في نفس المكان، ثم قال لي: يا عبد الله، لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي. وراح قايل له كلمة تحذير وما قالهاش، قال له: اللي انت شفته ده ما إيه ما تقولهوش لحد خالص، مش بقى عايز يتكتب ده في لوحة شرف، أخد بالك، وأسماء الناس اللي قتلها، أخد بالك، والرتب بتاعتهم، ويتكتب ده كله في سجل لمين؟ أخد بالك، وفي عهد سيادة لا، ده هو عمل ده كله لمين؟ مش عايز بقى أي حد يعرف به. وكان ينزل كثيرا الرقة في خان من الأماكن المعدة لاستقبال التجار، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه. احنا لسه مع عبد الله بن المبارك، كان بيجي شاب لما بيسافر بينزل وبيخدمه وبيقضي الحوائج بتاعته ويسمع منه الحديث. ففي مرة من المرات قدم عبد الله بن المبارك فلم يرى هذا الشاب، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل له: محبوس في 10,000 درهم. فين الشاب اللي كان بيخدمني وبيتعلم على إيدي الحديث؟ قالوا له: الراجل ده مسجون، عليه دين كام؟ 10,000 درهم. فاستدل على الغريم ووزن له 10,000، الغريم اللي هو ايه؟ صاحب الدين. وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، قال له: بالله عليك ما تقول لحد مين اللي ايه
دفع لك الدين ده، فأخرج الرجل اللي هو الشاب وسرى إلى ابن المبارك، وسار ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة، يعني دفع له الفلوس وجهز نفسه وراجع بقى سيدنا عبد الله بن المبارك، وهو راجع الشاب كان طلع من المحبس فطلع وراه فقابله وهو ماشي على الطريق، فقال له يا فتى أين كنت؟ مين اللي بيسأل؟ بيقول الفتى أنت كنت في إيه؟ أنتوا معايا؟ ها أين كنت؟ فقال كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ وإزاي طلعت من الحبس؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال في واحد قضى ديني ومش عارف هو مين. فقال فاحمد الله، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله، ما عرفش مين اللي قضى دينه إلا بعد ما إيه؟ إلا بعد ما مات عبد الله بن المبارك. انظر لإخلاصهم وحرصهم على الإخلاص. حسان بن أبي سنان تحكي عنه امرأته فتقول كان يجيء معي فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. قالت فقلت له يا أبا عبد الله لما تعذب نفسك، ارفق بنفسك. برضو عرفت يعني هو قاعد إيه يخدعها عشان يطلع ما تحسش أنه هو قايم إيه يصلي، وبرضو عرفت بيه وحست بيه، فإيه أول ما قالت له إيه بالراحة على نفسك واحدة واحدة، فقال اسكتي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا، يعني أنا مقبل على نومة طويلة، أنا بتجهز للنومة دي. الشباب اللي بيكسلوا في قيام الليل، الشباب اللي عايزين يتشالوا كده يتوقفوا عشان يقفوا يصلوا، أنت النوم شغلك قوي ليه كده؟ إحنا حنموت وحننام، حننام نوم طويل، أنت خلي النوم للإيه؟ اللي ما بعد الموت. أنت هنا مطلوب منك تستغل كل لحظة من رصيدك إلا ما كان مشروعا لك أن تنامه، وما أخذته من قسط من النوم يعينك على طاعة الله عز وجل. اسمع معي بالله عليك هذا الموقف العجيب الذي ربما لم نسمعه من قبل، اسمعوا كده معي وركزوا الموقف ده. لما قتل أحمد بن عبد الله، قال الذهبي لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني الإمام حيكان بن الذهلي، يعني هذا الرجل كان رجلا ظالما قتل بعض الأئمة الصالحين واستولى على الحكم بدلا منه، فلما استولى على الحكم أخذ في الظلم، من هذا الظلم أنه أمر بحربة. أنتوا معايا اللي هناك اللي عند السلم معايا مركزين؟ أمر بحربة. إيه الحربة؟ ها؟ اللي هي قطعة الحديد اللي آخرها مدبب دي اللي بتترمى كده في الإيه؟ في الجهاد. أمر بحربة فركزت على رأس المربعة، يعني جاب حربة بتاعته وراح مركزها كده في حتة خشبة على الأرض وغرز الحربة دي كده في الإيه؟ في الأرض. وجمع الاعيان، اعيان الايه التجار بتوع المعهد الديني والناس اللي ايه اللي حوالين دول كلهم، وراح مجمعهم كلهم وراح قايل والله لو ما غطيتوا الحربه دي بالدراهم هتشوفوا هيبقى فيها دم. هو بقى راجل محافظ او وزير راح جاي حط الحربه بتاعته كده في الارض وجمع الاعيان واقسم ان لم يصب يصب الدراهم حتى يغيب راس الحربه فقد احلوا دماءه. تخيل بقى ما تبقى حربه متركزه كده في الارض وعايز ايه لحد ما تتغطى بالايه بالفلوس. فكانوا يقتسمون الغرامه بينهم، كل واحد هتدفع كام وانا هدفع كام، قال لك نقسمها هنعمل ايه بدل ما ايه خدت بالك. كانوا يقتسمون الغرامه بينهم، فخص تاجر منهم بثلاثين الف درهم ولم يكن معه الا ثلاثه الاف، واحد منهم طلع نصيبه كام؟ ثلاثين الف، مع منهم كام؟ ثلاثه الاف. راح واخد الثلاثه الاف وراح للإمام أبي عثمان الحيري، معايا الرجل ده كان من أئمة الصالحين، فقال له أيها الشيخ قد حلف هذا كما بلغ الرجل الظالم ده، ووالله لا أهتدي إلا إلى هذه، معليش إلا دول. فقال له تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ قال له أحل لك المشكلة، أنت مسامحني في اللي هعمله في الثلاثة آلاف دول؟ قال له ماشي. فراح واخد الثلاثة آلاف متصدق بيها على الفقراء، خلاها إيه؟ قال له تأذن لي؟ قال له قال نعم. ففرقها أبو عثمان في الفقراء. طب التاجر طبعا شاف الوضع ده كان 3000 وقلبي في رجلي ما فيش خالص، هيحطني بقى يحط الحربة في قلبي، خدت بالك؟ وقال له أمكس عندي، أنا عارف بقى اللي هيموه. قال له خليك قاعد. وما زال أبو عثمان يتردد بين السكة والمسجد ليلته حتى أصبح، قال له خليك هنا. وبقى من المسجد ليه كل شويه يروح المسجد ويطلع يروح المسجد، بيعمل ايه الراجل ده؟ الراجل ده صاحب سر، الراجل ده له خبيئه من العمل الصالح لا يعلم بها الا من؟
الله سبحانه وتعالى. الرجل ده مخلص، صاحب إخلاص عالي نحسبه كذلك، فظل يتردد بين السكة والمسجد ليلته حتى أصبح، ثم أذن المؤذن فقال لخادمه، مين اللي قال لخادمه؟ أبو عثمان الحيري ده، قال لخادمه اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع. قال له روح يا ابن السوق واسمع الأخبار اللي حصل، أخذ بالك؟ فذهب ورجع قال لم أرى شيئا. قال له اذهب مرة أخرى، وظل هو في مناجاته ودعائه وتضرعه، وكان يقول في مناجاته وحقك لا أقمت حتى تفرج عن المكروبين. بيقسم بمين؟ الله سبحانه وتعالى. قال له والله يا رب ما أنا قاعد إلا ما إيه؟ إلا ما تفرج عن المكروبين. شايفين الود اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل اللي جعله يقدر يوصل للدرجة دي. بيقول له حقك يا رب ما أنا قاعد إلا ما تفرج عن مين؟ عن المكروبين. فأتى الخادم وقال كفى الله المؤمنين القتال. بيقول للأبي عثمان الحيري شق بطن أحمد بن عبد الله. قال له طلع له واحد ما عجبهوش الوضع ولا الظلم وراح جايب إيه؟ جاب بطنه وخلصت المشكلة بدعاء رجل صالح مخلص لله عز وجل. أرأيت كيف تنصر الأمة؟ فأخذ أبو عبد الله في الإقامة، إقامة الإيه؟ إقامة الصلاة. يبقى هو قال لا أقمت وحقك لا أقمت، مش حقيم الصلاة إلا ما إيه؟ إلا ما الناس دي تتحل مشاكلها. من منا يستطيع أن يقوم بين يدي الله ويفعل ذلك؟ الاعتكاف فرصة لتكون بينك وبين الله علاقة خاصة. الاعتكاف فرصة لكي تسكب الدموع ولا يعلم بك أحد سوى الله، تسجد وتستحضر الذنوب وتستحضر التفريط في حق الله عز وجل، تستحضر هذه المعاني وتبكي بين يدي الله عز وجل، فيأخذ الله عز وجل بقلبك إليه ويرزقك من فضل. إخواني كما رأيتم نحتاج لتنقية وتصفية جميع الأعمال والأقوال والأحوال من إرادة غير وجه الله عز وجل. نحتاج لهذه العملية لنكون مخلصين، نحتاج لهذه العملية لنخرج من اعتكافنا بقلب جديد لا يريد إلا من؟ إلا الله. فإن لم نفعل فالنار النار. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة حازوا رأس القرب والعبادات: رجل مجاهد، رجل قارئ للقرآن، رجل جواد. لكنهم لما فقدوا الإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله سعرت بهم النار. فهل سنفعل؟ وهل سنأخذ بأسباب تحصيل الإخلاص؟ هل سنحرص على تدارس عبادة الإخلاص وتنميتها في قلوبنا؟ هل سنقف على خطر الرياء لنجتنبه؟ هل سنطالع قصص وأخبار المخلصين كما ذكرت لكم طرفا منها؟ هل سنحرص على صحبة المخلصين أحياء وأمواتا؟ هل سنحرص على إخفاء العمل والإكثار من عمل السر؟ هل سنكثر من التضرع والدعاء بين يدي الله عز وجل ليرزقنا الإخلاص؟ الإخلاص إخواني رزق، كما أن المال رزق. وأنت تسأل الله أن يرزقك المال فقل اللهم اجعلني من المخلصين، قل اللهم ارزقني الإخلاص واجعلني من أهله، قل اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك صالحا واجعله لوجهك خالصا. إخواني الإخلاص وإلا النار، الإخلاص وإلا الشرك والهلاك، الإخلاص وإلا الخذلان والهوان. الإخلاص به تسعد وتربح، الإخلاص به توفق وتسدد، الإخلاص به تسمو وتعلو، الإخلاص به يحبك الله ويقربك إليه، الإخلاص به تفوز بالجنة ورضوان الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله، وأن يصلح قلوبنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وغدا إن شاء الله مع جولة جديدة وعبادة أخرى من العبادات القلبية لنغرسها في قلوبنا، و نتابع هذا الغرس بعد الاعتكاف إن شاء الله لتنمو شجرتها في قلوبنا وحياتنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.